اليوم شباب راح يكون درسنا كيف تتعلموا تكتبوا أسماءكم كاملة. مرحبا خالتي. أهلين حمدي، خير؟ مالك ليش متأخر اليوم؟ أنا متأسف غصب عني. خير؟ واوا نعم؟ مس أنا رديت على الشباب وحكيت لمراتي عن الدعاية اللي اقترحوها علي. أنا حكيت لها من هون والكهرباء انقطعت من هون. حمدي، وشو قالت لك مرتك عن الدعاية؟ ما قالت ليش يا فايق، بوكس بنص عيني وانتهى الموضوع. أنا هالسعيات بدي تعويضي منكو. الظاهر انه حرمتك ما إلها علاقة لا بالتجارة ولا بالبزنس. ايه يا مس، بزمتك بزمتك بزمتك، انت ايش رايك؟ مش الدعاية عرزانة ومهمة في التجارة؟ طبعا الدعاية مهمة، ولا الناس كيف بدها تعرف عن وجود بضاعة إلها مميزات معينة بدون دعاية؟ الدعاية مهمة للتسويق وللترويج. على كل حال ألف سلامة، تفضل محلك. تفضل محلك. خذي بيدي غادي. حمدي بروح لهاني بروح. بيت غادي انت وياه. يا مس نرجع لموضوع الدعاية. أنا معلان أبو كلوة كثير بتهمني الدعاية. كيف؟ أنا بملحمتي بعلق نص خروف معلية في الباترينا، الزباين بيشوفوه بركضوا يشتروا من عندي. أنا لما بخشوا الزباين الملحمة ما ببيعهم من الباترينا، ببيعهم من المقطع وحطوا تحت الباترينا. عموما الدعاية مليحة، يعني وأنا بظل مراقبها وبحب الدعايات، هي أفضل شيء يتقدم للجمهور.